السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح أقولكم يبالي 100 آدمي. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. ما أقولكم يبالي 100 آدمي، ما بمالنا فرين وثلاثة، ما بمالنا فرين وثلاثة، ما بمال حتى 5 ولا بمال 10. ما حد قال حتى كم الخبر. يا ربي كم بناكل وكم بتتمشى وكم بتسير وكم بتي، وين بتصير وين بتي، ومنو هذا اللي بي هني؟ هذا بوي مال قوم، هذا المكان مال قوم مال قوم. سلام عليك دبي، صبحك الله بالخير يا قدمور. يا ربي الغيوم اليوم عاد الجو اللطيف يا قدمورنك يا دار الحي. خلاص عاد اليوم قفار ان شاء الله بنخلص الساعه 12. تلاحظون الاماراتي من يصير اي دوله بالاخص في اوروبا صار يدور فندق، وكل من يراوه فندق قال ما يتشاهد، ما بزين، ما بفنان، ما بزين ولا بغاوي وما يازلي. شبنه اكيد ما بيوزلك. وين بي انت؟ شفت الفنادق اللي نحن نسكن فيها بدون ذكر اسامي، كل الفنادق من اكبر فندق في كنتي اوروبا الى اصغر فندق، شفتوا فندق هالنمون؟ والله يا ابوكم انه ما يوجد لا في الفينشينج ولا في الديكورات ولا لا الكلاسيك ولا المودرن، لا اليداد ولا الجدام ولا اللي موديلهم من الاثريات او الهندوشيات. مستحيل ما شيء. هالنمونه ما يتشذب من يابته. اما لين اليوم اللي يقول هالنمونه شيء فندق في اوروبا بكبرها؟ مستحيل شيء، حرام يا انه ما شيء، كذب اللي يقول شيء فندق هالنمونه في الدنيا العوده. شرات فنادق الامارات ما شيء، بالاخص الفنادق اللي مطورتنهن وقابطتنهن اعمار، ما في اعمار تهتم بادق التفاصيل من اكبر شيء لين اصغر شيء. ما تلقط شيء مال بهبهوه، ما تلقط شيء عادي، شيء العادي ما تلقطه، كل شيء من يعني اللي روزه ثجيل، الشيء اللي متعوب عليه، كانك مودنا حق الشيخ براسه، مودنا للشيخ بكبره، يعني ماخذ شيء وماخذنا للملك او للامير، فتتنقى اخير شيء. فاعمار تتنقى اخير شيء في الدنيا وتحطه في مشاريعها، شيء في منتهى الروعه. جزاهم الله خير القائمين على هذا الشيء، اكيد ما يمن فراغ، اكيد هذا كله بجهد وجهد ومثابره واصرار على التميز. الاصرار على التميز هذا يوم ادمي اصر انك انت توصل لهدف، وكل ما وصل لهدف دور الهدف اللي اخير، كل ما وصل لشيء دور شيء احسن، يطور في ذاته، يطور في نفسه. هذا اي بعد نطه ونطيطه، اي بعد عناء، اي بعد تفكير، اي بعد مشقه، ما يجي من الطريق. الحمد لله رب العالمين ان دولتنا فيها رجال، فيها رجال على الله يحفظهم، يعني مخلين بلادنا من اروع ما يكون. هاي روحها نعمه وفضل من الله سبحانه وتعالى. يا الله يا رب لا تغير علينا إلا إلى الأحسن. وبدون شك هذا كله برعاية وأوامر وتوجيهات من الرئاسة، من الزعامة، من الحكومة الرشيدة. ترى ما شيء يستوي مني وطريج، ما شيء مني وطريج مستحيل، شيء يستوي مني وطريج مستحيل. ما يستوي شيء بدون أمر، والأمر يكون بعد شورى، يصدر الأمر ويستوي الشور والمشاور وينخذ براي الصغير قبل الكبير. فلذلك يطلع الشيء كل ما في شيء من المناطق اللي من غير كل نهيل الملالة جدا قرصة. في الإمارات شو عند مني شو عندهم كلهم أبوي يهيلون الملالة جدا قرص واحد اللي هو دولة الإمارات. فلذلك تلقط يظهر القرص الشنيالي رقم واحد، حمر وناضي، ما في نص عيين، شيء خوب شيء خراب، لا ظهر القرص الشنيالي الإمارات، لأن القائمين عليه مجموعة كبيرة قائمة على القرص الشنيالي هذا.
الناتج قرش شنيالي ممتاز اللي هي دولة الإمارات، منو عاد اللي قام على إنجاز هذا القرش الشنيالي؟ اليزوة كاملين، الجماعة ابنو خذتهم بحريهم، فلذلك يطلع إنجاز ما شيء أروع عنه، لأن متعوب عليه، ما بكلني هي للملالة جدا قرصة، لا، لأن شيء قرص واحد، ما حد إذا قرصه روحه كلني يعني كلني طالع مصلحته، لا، في الإمارات كل يطالع مصلحة الدولة، المصلحة العامة، فلذلك كل منتج، كل مبنى، كل راي، كل قرار في الشؤون الداخلية والخارجية، كل قرار أخير عن الثاني وأرجح وأمرهم شورى بينهم، فلذلك أمورنا كلها طيبة. الأساس أقولكم مستحيل تلقط فندق في أي دولة في الدنيا شرات فنادقنا، المباني اللي عندنا مستحيل تلقط شراتهم في الدنيا. شو السبب؟ شيء متعوب عليه ومصروف عليه، مصروف عليه مبالغ طائلة، فلذلك تلقط شيء مميز وفنان وين ما تصير، ومتعوب على أدق التفاصيل، أدق التفاصيل متعوب عليها وباذلين جهد، جهد ومبالغ طائلة، أنك ما تلقط شيء يشابه الثاني، ما في شيء مكرر، كله مفنود وكله مميز وكله ما شيء شراته. يا الله يا رب تحفظها من دار وتحافظ حكامها وكل من سكن فيها. أقولكم تعايزنا نسير اللونش وتعايزنا نسير البوفيه، بالرغم أن فيه الدنيا والدين، يا غير قلنا اليوم بنطلب ريوقنا بنتريق هني في الفندق، وترى اليوم تشيك اوت وقلنا ما فينا نجلس وايد في فوق ونزل تحت وتلبس ودي وديتين، وعندنا شغل الله يحفظكم بعد في مكتب لازم نسير عليه، بتعرفون أخباره وعلوم أخلاف، فلذلك طلبنا الريوق لشخصين، لكن ريوق الشخصين وربكم إذا تبدون يسد 5 أنفار. شوف الله عليكم بيض وطماطم الصغار وما أدري شو هذا اللي شرات تكلمة، وهذاك منك ما أدري يسمونه، وهذا قوم الجام وقوم اللبن وقوم ما أدري شو، وهذا بعد جبن بعد منغير، والعصائر والفول والفواكه وجبنة الحلوب والحمص والمتبل وحمبك لمبك دردع، هاي الكلمة اللي ما تنطرق زين، بخيرات الله، لبنه وحم شمور أمور ما شيء كثرها. شوف يوم يقول لك لقمة الهنية تكفي 100، لا ومزود من الطيب بعد من هذا اللي الغالي، شو بقولكم أمور كله زين. Thank you very much. Big breakfast is sunny side up sir. Hummus double is here. Okay. And toast Arabic bread have a continental breakfast. Baski and curds was here. This here tea for you sir. So orange juice. Okay. But ketchup is here. Johnston, let me make it clear for you. No, I'm fine. Thank you very much. Thank you. Thank you. يوم حانت، هاي يوم أقول يوم حانت ساعة وداعي. شفت عين. يلا thank you. إيه. من أغاني بالروغة يا أخي الله يحفظه. من الأغاني غناها بالروغة. لكن هي قصيدة ما أتذكر عاد يوم قصيدة إنه يوم حانت ساعة وداعي. شفت عين الخل درافة درافة أو دبع، شفت عين الخل نسيته والله، كم ما علي كلهن كلكم تعرفونها المراد. الحين بنسوي لها تشيك اوت، والحين الله يحفظكم سايرين مكان معين، وان شاء الله انه بنخبركم وين سايرين يوم نحن في الطريق، جايت لنا سياره الجولف بتاخذنا، بنسير مكان في اجتماع وبنجلس ويا جماعه بنجتمع وياهم، الموضوع فنان وزين ينفع شريحه كبيره من اللوادم. السلام عليك. عليك السلام. شحالك؟ طيب في فيك ريحتها للعين ولا انا غلطان؟ نعم ما خلنا لها ريحتها للعين يا ابوكم. شحالك الله يحفظك؟ والله طيب. شوف كم يوم لكم؟ والله من البارحة. شو رايك في هالفندق؟ صراحة الفندق 100 100. واجف الحكي. نعم. يا ابو واجف الحكي، هذا يقول لك شيء شيء من الاخر، هذا يطرون هالفندق. اللي لا صار قبله ولا بيصير بعده. والله فندق عالي. شيء في عجبه من عجائب الدنيا السبع. نعم. الخدمه واداء كله 5 ستار وكل من كل شيء من كل النواحي 5 ستار. حتى الجو هي والله الجو داخل جو عالمي كانك برا الدوله يعني. سبحان الله على هالمكان حلو. اللهم لك الحمد. الله ييسر امورك. آمين. هل في مشروع رده للمكان هذا ان شاء الله؟ اكيد قريب ولا بعيد؟ قريب ان شاء الله. مرحبا والله. تعال ما خبرت انت منو؟
عتيق العامري والله منها. نعم. وين سكون في العيد؟ صوب البطيط. زين رد السلام على اهل البطيط. السلام عليكم. الله يرحمك. كريستينا thank you for inviting us in this wonderful and very good hotel. Thank you so much for staying with us. And we hope to see you back soon. Inshallah. Thank you. But we enjoy ourselves here. It was one of the best hotel I saw all my life. Thank you so much. And thank you for everything. You're welcome. And please come back soon to address downtown. Inshallah, inshallah. Thank you very much. Thank you. Thank you. ما الله ابوي ما الله يا فندق ادرس ما الله ابوي ادرس داون تاون ان شاء الله الله يعودنا لك ان شاء الله يعودنا على هالمكان مرتين ثاني ان شاء الله ونحن بخير وسهال ولا نستباس نحن الله يحفظ احيانا ابو ابراهيم هلا ابو محمد وين بنصير نطري حلو ولا خلاف يوم بنوصل على مع مركز مبيعات اعمال ان شاء الله بنصور هناك صح ان شاء الله ان شاء الله اذا الله راد جاي سيارة الجولف مع الحبيب السلام عليكم عليكم السلام كيف تمارا نا راجيش from India from India which part in India تاميل ناديو ما شاء الله how many hours from Bombay from Bombay to your country 3 hours by plane no by plane like 40 minutes ما شاء الله ترى ما شيء شارات العز يا ربي ما زينك يا العز ما زينكم حد يدلعك ما زين يوم حد يدلعك يا البنادم الا سياره جولف ماتوا طريله كلر وتخطف ابوي تلف الدنيا هاي كلها ترى هم الخدمات مالهم تابع كلهم الخدمات الفندق عندهم ابوي خدمات الجولف تركب في الجولف كان حد وياك حرمه مثلا ما تروح تمشي من يعني الرويلات ولا سيارات يركبونها في الجولف يلفوا بهالدنيا هاي كلها هذا كل هالدنيا عروبهم الدنيا العود بكبرها خلونك ابوي تخاطف في بوليفار بلازا بكبره تخاطره من شرقه لين غربه لين توصل مكان الوجهه اللي انت تباها وتركب ابوي في ترولي دبي ما تخلي بقى على هواك المهم كل ابوي موجود ما شاء الله عليك يا ابوي كل شيء فنان اخذتك شيء على غفله انا اوريدي حين عقبك النظاره هي اللي عندها العيون فنادات يدس هنا على الله يحفظك كيف انت؟ خير اشوف عند هالمبنى شو جاي تسوي؟ والله جاي نتسوق اعمار شو حاطه من عروض جديده شو من بروجكتات شو من مباني بشوف المدام وياك لازم تشاور المدام يا تشتري بعد على الله يحفظها ان شاء الله ويحفظكم فرحت بشوفكم ومشكورين وان شاء الله الله يوفقكم نحن بعد جايين الحين عندهم ومكان زين وعمان عمار اللي يميز عمار عندهم دقه في كل شيء في كل شيء عندهم دقه الانجاز والاتقان اتقانهم وايد جميل وهذا اختيار ان شاء الله من الله يوفقكم ان شاء الله تربون عيالكم فيه ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم نحن الله يحفظكم في بوليفار الشيخ محمد بن راشد وبالضبط عند مركز مبيعات عمار في هالمكان الجميل التحفة المعمارية اللي لا استوى شراتها لا في الدنيا ولا في الدنيا العودة كبرها يعني الدنيا العودة ما استوى هالنمو شيء شيء جميل مركز مميز شارع مميز واللي أشد وأدهى وأكبر وعاطي المكان اسم ورونق أكثر أنه في بوليفار الشيخ محمد بن راشد الموقع موقع كنتي اعمار واختيارك في هالمكان هذا روحه انت يسعد حظك فيه معكم رشا من اعمال العقاريه من مكتبنا في داون مرحبا بك زين نحن في وين بالضبط شو هذا شو هالضجيج شو هالعالم وشو هالبشر شو مستوي احنا هنا في مكتب المبيعات ان كنا يوم جمعه في الليل ولا كنا الاحد الصبح دائما في حركه زياره من كل البلاد اي حدا بيزور دبي لازم يمر علينا والناس اللي مهتمه بعقارات هاي بتكون اوقات مناسبه ليها انهم يجوا ويعرفوا اكثر يعني هذا في وقت اجازه ولا ما وقت اجازه كله شغال دائما كده ممكن تلاقي اجتماعات هنا الساعه 10 بالليل 11 بالليل عادي يعني ما يبند هالمكان ابدا احنا باي وقت حد عايز يجي عندنا احنا موجودين فاتح 24 ساعه معقوله والله
والله اذا انطلب منا تاكد انه راح نكون موجودين. لكن المكتب ككل مفتوح 24 ساعة؟ المكتب اوفيشلي احنا فاتحين للساعة 7، لكن عادي جدا انه يكون يناسب احد نلاقيه الساعة. صدق اللي بي مثلا يقدر يحجز موعد حتى في نص الليل صح؟ والله متى يناسبهم احنا في يعني انتم يعني الزائر اللي بي المكتب هذا مش لازم يتقيد بوقت الدوام، يعني يقدر يجي في اي وقت. معك حق استاذ خالد. صح اختلف الوقت، واحنا هلا بننسق حسب اوقات الزبون مش حسب اوقاتنا احنا، متى بيناسبه احنا موجود. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. هالفكره من زمان موجوده ولا من جريب؟ زي ممكن تيد عدالي هني لاني صاصرين عمرك وين اسمعك عاد انا اسف اوكي ما نقبلت الاسف. صارت خطوه بخطوه ما كان التغيير يعني على ليله وضحاها. اول شو كان والحين شو؟ يعني في البدايه كنا اكثر ملتزمين باوقات دوام معينه. نعم. الا وقت اطلاق المشاريع، والحين صرنا اكثر فليكسبل متى الناس مثلا يشتغلوا من الاحد. الشغل المتعرف عليه دوامكم من الاحد لين الخميس. يس. زين. هلا الناس كمان نفس اوقات الدوام. العائله حابه تكون سوا. من يجوا ياخذوا قرار خصوص استثمار. نعم. لابد من انه احنا نكون في خدمتهم اذا كان هذا يوم جمعه او يوم سبت او لان الناس تكون عندها دوامات. 100% كلامك. ايوه فالناس تي اثناء الاجازه. يس. زين ويا وقت الاجازه وانتم مبنين، فلذلك انتم اللي يبغي يجي الخميس الجمعة السبت فاتحين صح؟ يس. وحتى لو خارج أوقات العمل نعمل أقصى مجهودنا أن نكون موجودين. بارك. هل في رقم اتصال الواحد يتصل فيكم أو موقع أو شو؟ 800 أعمال يقدر يتواصل معنا ويحدد موعد مع حد من المبيعات وإحنا موجودين. بارك الله فيكم. قلتي لي اسمك؟ اسمي رشا ناصر. رشا ناصر؟ ناصر. رشا رشا ما شاء الله راسك عود مغطي على الموقع اللي ورا كامل. شعرات. اي ما شاء الله عليك. لا انا بنطراوي الناس شو اسم الموقع اللي ورا ما يظهر. راسي انا بكم مقبره وانت راسك عود كم ما علي. معلش. انزين معي سامحيني. المهم بدنا رشا الاخت رشا. في موقع ثاني نعرف شو تبدي تفهمين اكثر؟ على فكره توني وانا اول ما جيت عائله رجال ويا حرمته. بعد قالوا نحن جايين ناخذ نلتقي لنا شيء عقار من عقارات اعمار. وصورت وياهم برا وفرحت والله كانت بين الصدق كان لقاء جميل عفوي وصدفه جميله كانت. والله احنا محظوظين اللي عرفنا انه نشوفك هنا في المكتب كان وقفوك نص الناس. شفتيه؟ الله يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك. نحن نبغي نتكلم عن كل شيء. نحن حاليا في مكان وايد ضروري نتكلم عن كل شيء عندكم. لا تقولي لي بناخذ وقتك وايد. انا الموضوع يهم ناس وايد. ناس وايد من العالم عندهم فضول يبون يعرفون طريقة الحصول على عقار. الناس كلها خايفة من يقولك عقار في دبي. عقار في دبي يعني لازم يكون عندي ملايين حقا يكون عندي عقار في دبي، لازم أكون أنا من أصحاب المليارات، لازم أكون أنا مليونير عشان أقتني عقار في دبي. معقولة كل آلاف العقارات هاللي موجودة في دبي كلها بالملايين؟ كل الناس تجار اللي تيكم؟ سؤالك جدا جدا عندنا انواع العقارات اللي هي فيها رفاهيه ما بعدها رفاهيه. حضرتك شفت الادرس امبارح؟ اي شيء. لحظه تفضل. زين شوفي شيء شرات العز اللي انا كنت امس قلت عن العز. البارحه عشت انا يومين في عز ما اتوقع حد عاش طبيعي الا كان ملك ولا رئيس جمهوريه ولا انسان ملكك عند مليارات يمكن. هي هل يوجد بيسمنت مثل هذا او سويت هالشكل يكون مثل الشقة يعني شقق فندقية لل موجود شقق فندقية موجود عندنا جوش كلياته بس بنت هاوسز. إذا ممكن تتفضل معي حابة أول شيء مثل اللي كنت أنا فيه مثل اللي كنت فيه مفروش بالكامل خدمات فندقية كاملة دور كامل ممكن يكون عملي والله يعني الشارات اللي أنا كنت ساكن فيه موجود؟ موجود حضرتك بمثيل لي استعطم للمشاريع اللي تبعك لكن موجود بمشاريع كاملة. الأدرس هذا بتاع كامل؟ هذا تبعك كامل. انزين شيء مثل شبيه حضرتك ذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي لازم يكون عندي ملايين. فلا إعمار عندها عقارات من مليون لفيلا ثلاث غرف مع غرفة لغاية ما يكون عندك دور كامل في أدرس. ممكن
خلاص دور كامل. في عنا أشياء رفاهية ما بعدها رفاهية. سبحان الله. أشياء كمان لمتناول الجميع لكل شخص. يعني مليون في شيء شيء. تفضل معنا. وطريقة التسديد بيقولون مليون اسمه وايد. لا بس ما هي أقساط مريحة تمتد إلى ما بعد التسليم. يعني حضرتك تستلم وأنت مش دافع كامل المبلغ وأقساطك شهرية. مش محتاج يكون عندك توفير هائل حتى تقدر تاخذ هذه الخطوة. يعني مثلا الواحد معاشه نفترض 40,000 يدفع 13 منهم تسديد لفيلا. 13 وبيحصل فيلا؟ يس. في ذمك؟ موجود. وين الفيلا هاي عاد الحين؟ بإعمار الجنوب مقابل مطار المكة. الحين شو بتروينا؟ تفضل. يلا بنشوف. رشا قلتي لي في متناول كل شخص عنده ميزانية محدودة يقدر يتملك فيلا مش شقة فيلا في دبي. مزبوط. وين هن؟ هل هن هاي اللي تطرينهن؟ هاد لول مثلا هذا واحد من إحدى المجمعات. يا ريت لو تعلين حسك بليز. حاضر. هذا واحد من إحدى المجمعات عنا 422 فيلا. نعم. الثلاث غرف تبدأ من 999,000 وموجود أربع غرف من تقريبا 1,300,000 وكسور. يعني يعني ثلاث غرف كم؟ 999,000 يبدأ السعر. إنزين. وعم نتكلم على ثلاث غرف في مناطق خضراء، برك سباحة، في سيكوريتي على الجيت 24 ساعة. يعني هذا المدخل يكون صح؟ بالضبط. هذا المدخل. إحنا عاملين رفاهية هنا، لكن في متناول الناس اللي دخلها عادي. إحنا ما بنتكلم دائما على أسعار هائلة وملايين. الناس اللي يجون دبي يتوقعون او يفكرون يجون دبي يتوقعون ان الاسعار اسعار اعمار غاليه. يعني كيف الحين في فيله ثلاث غرف نوم بمليون اقل؟ أيوة. عن مليون. اي أيوة والله. وحتى عشان نسهل اكثر للناس. نعم. عملنا الاقساط انها تكون شهريه. كيف الحين انا ما املك المليون؟ يس. شو كيف بقدر اشتري بيه؟ نقول انه حضرتك بتملك 150,000 موفر. لا ضروري يكون عندي 150,000. لا مو 150، ممكن يكون اقل شويه، بس انا عم بقول كمثال يعني. لا نبغي بالضبط. أوكي. الحين تمام. انا اريد اشتري فله مليون. اوكي. يكون معك 93,000 درهم. هذه هي الدفعه الاولى مع تسجيل العقود. انزين. هذه هي الدفعه الاولى. وخلاص. بعد كده دفعه ثانيه بعد شهر 50,000 درهم. انزين. بعد كده بتصير شهري 13,500 بالشهر. هذا هو اللي بتدفعه يعني الى ما بعد التسليم. يعني يذهب الواحد في خلال شهرين. رشا انت تعرفين اذا انسان بيجي في الاسبوع ثلاث مرات دبي، ما بنقول ثلاث مرات، بيجي مرتين. أوكي. كل مره نفترض 5,000 درهم مصروفه. يس. ها كم؟ 10,000. معناته هذا القسط الشهري اللي انت بتدفعه لفله تتملك طول حياتك وترثها لعيالك وعيال عيالك. زين. القسط الاولي بيكون كم؟ 143,000. لا هذا مع الثاني اللي قبل. اول شيء اول دفعه اول شيء يكون 5% 50,000 و43 لتسجيل العقود، يعني 93,000 كل شهر. انزين 93 هذا اول دفعه، وعقبها بشهر 50,000. مزبوط. كفى الله المؤمنين القتال. شيء جميل ان يكون عندك عقار من إنجاز إعمار. عقار من إنجاز إعمار. اسم إعمار روح يهز بلاد. عقار من إنجاز إعمار وإتقان إعمار. شو خليت؟ شفتوا الشيء اللي كنا نحن فيه؟ هذا إتقانهم في العمل في كل مشاريعهم، مش مشروع دون عن الثاني، مش مشروع على فكرة ترى الفنادق اللي 4 ستار و 3 ستار اللي يديرهن إعمار تملكهن شركة إعمار وإنجاز إعمار وبنيان إعمار وخدمة إعمار، نفس الفينيشنج اللي موجود في أدرس داون تاون، نفس الفينيشنج وطريقة الإنجاز وطريقة الإتقان البناء والفينيشنج مالها كفله او شقه نفس الشيء. مش هذا موجود في البوليفار سعره غالي بيكون الفينيشنج مالي يختلف عن الثاني، كلهن نفس طريقه اتقان الفينيشنج. الناس بالاخص الحريم او البنات بالاحرى اللي يشوف مشروع مثل هذا موجود على ستاند، هذا حين المشروع متى بيجهز؟ متى بيبتدون فيه؟ هذا يعني الناس تتروع يوم تشوف شيء مشروع. يعني هذا بعد مش على أرض الواقع. والله كل الناس
مش قلتي لي اسمي رشا؟ رشا الحين وايد عالم يقولون نحن بنشوف شيء شوف العين وناخذه، نحن ما نبغى نشوف شيء على ستان صوره ونرد ناخذها، لا ما فينا صبر، نبغى نشوف شوف العين. اوكي، نقطه مهمه جدا اللي حضرتك ذكرتها. انه ممكن الواحد يكون عنده توفير ويقدر ياخذ شيء جاهز. ممكن كمان الشخص يقول لك انا قصدك يعني اللي شوي شوي، يعني اللي عنده بيزات وجاهزات يروح ياخذ شيء جاهز في اذا بده. بس لكن في مواقع مثلا لها مستقبل مثل موقع اعمار الجنوب اللي هو هذا بالزبط. شو من المستقبل هذا مثلا كون مقابل المطار جنب منطقه. هلا هذا المشروع كونه مقابل المطار، هذا مشروع لابد من انه الواحد يستثمر فيه وهو لسه قيد الانشاء. عشان الواحد يحصل عقار في منطقه لها مستقبل مثل هذه لابد من انه يستثمر في هذه المرحله وياخذ رخيص. طبعا كل ما انتظرنا كل ما انتظرنا السعر بيطلع. ايوه، في شيء مشروع كان الفلل بقيمه معينه وفجاه استوت اغلب وايد عشرات الاضعاف. مثل اعطيني سبيل مثال. سبرينجز مثلا، اذا بنشوف سبرينجز اليوم وقت ما انباعت كيف كانت اسعارها وكيف اليوم، ما حد ما عمل مكسب بانه اشترى فيها، ما حد ما حب المنطقه لليوم عليها طلب. سبحان الله سبحان الله. اقول لك شوف هالريال، هذا هو اللي مساعي لا اصور انا ويا خالي، اتفق وخلص ما شاء الله مره ما شاء الله عليهم. فادحي وياي عياله ترى وياهم متنقين شيء ما ادري ايش اللي تنقوا، لكن جيت من ساعه ما ادري شو ظهر وخالي يتصاصرون يتفقون ما يندرى على شو. كما شاء الله يا هو وام عياله والله يوفق ما بينهم ان شاء الله ويرزقهم يستاهل. خلصنا من الفلل الحين، هذا شو؟ هذا برجنا الجديد اللي في الخور. هذا اطلالاته كامله على البرج الجديد اللي هو برج الخور. برج الخور برج خليفه. نعم يس، لكن مش سكني. ها راح يكون عباره عن تورست اتراكشن جميل جدا جدا. هلا بناخذ صور عنه ان شاء الله. زين، البرج هذا هذا عباره عن شو؟ عن شقه سكنيه لكن تحت اداره ذا بالاس اللي هو فندق 5 نجوم. هي شقه مش مفروشه لكن فينيشينج فخم جدا، من غرفه الى 4 غرف نوم. موجودة على الخور. يس، على خور دبي. موجود على المي مباشرة. أيوة، هذا المشروع قائم ولا لسه؟ هذا قيد الإنشاء، تم طرحه من فترة قصيرة جدا. زين، هل بعتوا شيء منه؟ أكيد أكيد، إحنا مجرد ما نطرح المشروع بتم يعني الناس بتحط الشيكات أحيانا قبل طرح المشروع عشان تتأكد إنه تحصل الوحدات اللي عايزينها. أيوة زين، أكيد مبروك يعني. الله يبارك فيك. هذا بلس ريزيدنت زين رشا؟ مزبوط. وهذا برج الخور. مزبوط حضرتك. راويني الحين بلس ريزيدنت وينو؟ في نص الدنيا. شايفين احنا البرج اللي موجود هنا؟ نعم. هذا هو. اها. هذا هو. هذا. بالضبط. ايوه. ريزيدنت ذيس وان. ايوه. هذا. Yes. هذا الحين مشاهد برج الخور. يس. ايوه، وقدامه بحر على الخور مباشره. يس. يعني هذا حين الخور وين القرم، وين المحميه القرم؟ المحميه هناك. هي نعم. وبعدين اذا طلعنا على الجهه اليمين. نعم. هناك راح يكون موجود برج خليفه وسكاي لاين اوفر داونتاون اللي هناك. بالضبط. يعني الـ 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 السكاي يقدر يشوف برج خليفة. اطلالات جميلة. اطلالتين عنده. مش طبيعية. من الجن؟ يس، اطلالات جميلة جدا. ممكن تطلعيها؟ شكرا. زين، اقول لك حاليا الناس اللي يوم عسب الشقق هاي اللي في الريزيدنس اللي اول برج بيكون على الخور. ايوه. شو اللي يسووه هاي؟ أول شيء سألوا عن القيمة. سألوا عن القيمة، سألوا عن طريقة الأقساط، عن الموقع، وأكيد الخور هلا صار غني عن التعريف، صارت الناس تروح تشوف العماير طالعة، أول تسليم عنا راح يكون في شهر 2. الحين هذا؟ والله. يعني إذا رحت لهناك بتشوف ما شاء الله عمار يعني على قدم الوثاق، ليل نهار بيبقى، المارينا صارت تقريباً جاهزة، فالمنطقة جميلة جداً جداً. يعني حتى قبل ما نبني لو كنت وقفت هناك واطلعت على المنطقة تاخذ العقل. هي الخور كلنا عارفه والله يا ابوكم، يعني بعيد اوفر من اللي يجون يصرفون الاف مؤلفه في الفنادق.
أنا أقول الإنسان اللي على قد حاله وعنده مبلغ ماشي شرات العقار، ودرن عن كل شنطة ما أدري شو الماركة الفلانية ولا اللي ما أدري شو الساعة الفلانية، هذا كله بهايك الأثمان لو بتصير تبيعه ما يابلك شف فكرة، ما شاء الله حاد إنك تشتري شيء بقيمة وتبيعه بسعر التراب، إن شاء الله كالف. العقار هو الابن البار، إن مرض يمرض لكنه ما يموت، أي شيء في الدنيا يموت إلا العقار بازدهار، بالأخص نخدت من وين؟ من عمار، ما شاء الله عليك ما استوى شاعر. اللي يأخذون العقار من وين؟ غير خلي أهالي الخليج وخلي العرب، في حد جنسية غريبة؟ الصين كتير موجودة عندنا بشكل مرحوب بكل المشاريع، طبعاً هم بيعشقوا الفول، لكن موجودين بكل المشاريع ونشوفهم بشكل يومي بمكاتبنا. سبحان الله. كم يبعد البرج عن مطار دبي؟ كم يبعد عن برج خليفة؟ من هون لبرج خليفة تقريباً 10 دقائق، من هون لمطار دبي تقريباً 15 دقيقة، فهو موقع سنترال جداً في دبي. أنا سمعت إن هاي آخر قطعة في دبي القديمة. مزبوط كلامك أستاذ خالد، هذا مزبوط، آخر قطعة في دبي القديمة. هذا المشروع. يس. سبحان الله. إحنا فخورين جدا جدا فيه ونوعد بمنطقة راح تكون جميلة وحديثة جدا. يسد ارتباطها في البحر في خور دبي، هذا كم يسوي؟ يسوي الدنيا كلها. يا الله يا رب. حفظها من دار ودار المسلمين أجمعين، وتحفظ إعمار من كل مكار. يلا الله يحفظكم. يلا برد نرمس بعد شوية عن شيء ثاني إن شاء الله. ما هان علي أسير قبل ما ألقي النظرة الأخيرة. شوفي قلنا هني الفلل عبارة، شو اسم المشروع هذا قلتي لي؟ هذا اسمه بارك سايد. يس. اللي في وين؟ اللي هو عند مطار المكتوم. إنزين هذا الحين عبارة عن كم فلة؟ 422 فلة. إنزين من 3 و4 غرف. شيء 3 غرف وشيء 4 غرف. مصبوط. أم 3 غرف 900 و 99. إنزين وهم 4 غرف تقريبا بيتراوحوا من 1,300,000 ل1,500,000. فيهن غرف للدريولية أو للسواقية أو الخدمات؟ للخدمات نعم، بس بالنسبة للسائق هي مش شيء عادي إنه الواحد يكون يحتاج سائق وغرفة خاصة لي. مش في هذا النوع من الفلل. ليش؟ إيش معنى؟ عادة هذا النوع من الفلل بيكون في زوج وزوجة وأولاد، والزوج والزوجة بيشتغلوا عندهم سياراتهم، هيك عادة بتكون طريقة حياة. أيوة الناس الله. اللي اشترت عنا. أيوة صح كلامك، أيام الدريولية خلاص الحين شوي بتتبخر. والمعرض مع المكاتب عمار مكتب المبيعات جاي بطريقة غريبة، مختارين ما شاء الله عليهم موقع وايد جميل جميل من حيث الديكورات ومن حيث الإطلالة. شي يطل عليه؟ يطل على نافورة دبي والفلل اللي هي من إنجازهم وخدمتهم روحهم. شوفوا طريقة حتى اللي ما يبه بي ياخذ، يلامونها للصين، ودروا الصين وبلادهم لنهار وياخذون من شغل إعمار. عقار اللي تحت إشراف إعمار غريب، يعني تحس بشيء مخدوم الخاطر، لأنها شركة وطنية. وين بيسيرون؟ بلادهم، فلذلك مسوين شيء وطني ينفع الناس كلها، لي من البلاد ولي من خارجها. شوفوا المشاريع الشقق اللي تشوفون في نص الماء وفي نص البحر وفي نص الحيضان والبلكونات، عارف غير تحر عمرك في البندقية. هذه كانت مثل المشاريع مال مدن الأحلام، يعني الواحد بيقول تحلم أنت، تحلم ان المكان هذا بيسوي فيها النمونه ولا بيسوي فيها الشيء. تحلم انت يا ابوي ثمن احلام اليقظه. لا ابوي ما باحلام اليقظه، تعالوا وطمشوا شوفوا. شفتوا امس من امس كم اصور؟ هذا المكان واحد فقط، مكان واحد هالنمونه، ناهيك عن الاماكن اللي من غير. يا سلام سلم. رشا شكرا جزيلا على حسن الاستضافه، الحمد لله انا محظوظ اني لقيتك انت اللي تشرحي لي وتربيه لي طريقة سلسة وجميلة ورقم واحد. شكرا جزيلا. الله يحفظك. مشكورة يا رشا. الله يسلمك. الحين لي بيجي كيف يستدعى
يدلون على الموقع أو على الموقع المكان اللي نحن فيه أو طريقة الدخول إلى موقعكم وشوف كيف الإنسان يعرف شو مشاريع إعمار شو الجديد شو اللي متوفر شو يعني كل هالديتيلز وين الواحد يقدر يعرف. عندنا أربع مكاتب موجود، عندنا مكتب في داون تاون، موجود عندنا مكتب في دبي هيلز ستيت، موجود مكتب في الفول، وموجود مكتب في أعمار الشؤون. هل ما عندكم كرت معين الواحد يقدر يحطه؟ هلا بعطيك كل العناوين ونشاركهم مع المتابعين وإحنا في خدمتكم والله. بارك الله فيك، شكرا. لا لا نو تيك جلاسز تيك جلاسز بالله تيك جلاسز خرب الله التساحر قبل صبا اصور وياها لبست الكلاسه دشت عقب وشلت الكلاسه تغربلتي من يابانيه استغربت تعرفني انا في الشارع خرب الله انت مقواها والله يا ابوك اني زقت وهي تبان خولي قالي 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 مخسس مية في دمها. السلام عليكم، نحن ابو وصلنا ابو ظبي، اول ما وصلت ابو ظبي رجعت هالريال خطر علي الزربل. خير سلام عليك، اي هديه ساعه دا اخذ شنطه احب اعطيك هذه انسى انت وين رايت الضو صلاح؟ من وري الضو؟ ما اخذ انا من وري الضو مالك خص ايه زين حبيبي صلي لا لا بصلي الحين بعدي ما صليت الحين بصلي يلا زين صلاح شو اخبارك شو علومك صرت دبي ما مش ولا وصلت ولا روح ما صرت لا الخميس الجمعه ما ولا ولا ما صرت دبي لا ما وحين تبسي البيت خلص زين ماشي مشكله حبيبي بسير الله يحفظك انت قايل بتصير دبي بلاك ما صرت ما وصلت ادري ريحه اي ريحه الحصه عطر ايه بلا ريحه ريحه عطر شيل لك عطر ايه دروس 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 فلوس ايه حصة ربطي ايه عطر شيل لك انت فلوس ايه شو تباهن الفلوس وي وي مرتين ايه خلص شو السالفة خبروني صلاح ها شو الموضوع فلوس شو فلوسه اسد هذا بن ابوي انا ما ادري شو الموضوع بتاكد من الموضوع لا سبع 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 الحين حصه مطرشت لك من امريكا فلوس إيه؟ درهم ولا دولار دولار ها دولارات دولارات إيه؟ قول دولارات 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 إيه؟ وين هن إيه؟ عند اسد لو عندك وين هن الدولارات انا اخبار حسن انا ما شفت دولارات من يوم كنت في امريكا ما قلت شو يقول صلاح دولارات دولارات ما ما ترش 100 دولار ها دولار دولار 100 100 دولار حق منو حق ارباب وانت ليش طالبينها لو روح طرست لك كيف شو السبب بس هديه هديه اخو بترش شب شو هذا صلاح قطوه قطوه القطوه يقول له هجب كيف تقولي ب 100 دولار؟ وين هن؟ يتبدل سمو، يقول لي يتبدل، يريد درهم 20 دولار ايوه عفوك انت ما ادري شو بلا لسانك غلط في الشتاء باسل باسل انت الله يحفظك انت بتون شو من الوقت عاد؟ الساعة كم باسل بتون؟ 8 ونص سحاب سحاب ماشي زحام شوية وحده انت وحده وحده انت بتوصلوا ما يبغى البيت انزين يلا مع السلامة حبيبي شكرا سيارة خلص